حقيقة يعني يعني يوم لابد أن يبدأ بكثير من الوطنية وبكثير من الحب ومن التدبر أيضا. تعالوا نستعرض مع بعض أهم ما قالته الصحافة على لسان بوابتها الإلكترونية، والبداية من الوطن، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف جهات الاختصاص لتوفير عناصر الجدارة التنفيذية لمشروع الدلتا الجديدة ليصبح قيمة مضافة لمنظومة مشروعات قومية في مجال الزراعة والغذاء واستصلاح الأراضي، ويسهم في استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للدولة وتحقيق الأمن الغذائي، من ذلك توفير مياه الري اللازمة لإصلاح الأراضي الزراعية الجديدة المستهدفة بالتنمية. المشروع طبعا من أهم المشروعات والاعتماد فيه على نظم الري الحديثة والذكية، فضلا عن انتقاء نوعية المحاصيل الزراعية اللي بتتوافق مع طبيعة التربة والمناخ لهذه المنطقة. الجزء كمان الكبير هو تحقيق أكبر استفادة ممكنة ومردود زراعي وإنتاجي كبير. وجه أيضا الرئيس بالتركيز على إقامة المجمعات الصناعية في إطار المشروع اللي بتعتمد على الإنتاج الزراعي بشكل متكامل، بدءا من زراعة المحاصيل، حصادها بأحدث الآليات، ثم الفرز والتعبئة والتصنيع. ده بالتأكيد هيساعد على إيجاد فرص عمل مختلفة ومتنوعة، تعميق أيضا وتحقيق النمو الاقتصادي والتنموي المنشود لصالح الأجيال الحالية والقادمة. ده كان طبعا خلال اجتماع السيد الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء. من الأهرام بنتابع إقرار مجلس الوزراء مشروعي قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقين الموقعين بين حكومة مصر وألمانيا للتحدية في القاهرة بتاريخ 20 مايو 2021. الأول بيخص التعاون المالي لعام 2019، وبموجبه تمكن الحكومة الألمانية الحكومة المصرية أو أي جهات أخرى تشترك الحكومتان في اختيارها من الحصول على بنك التعمير الألماني على دعم مالي لمشروعي دعم الكفاءة والطاقة ومبادرة دعم التعليم الفني الشامل في مصر. أما الاتفاق الثاني فبيتصل بالتعاون الفني، الجزء الأول مالي والجزء الثاني فني، ده العام 2019 برضو. مجرد كمان بتتيح الحكومة الألمانية مساهمات لدعم مشروعات الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر، وأيضا برنامج دلتا النيل لإدارة المية، دعم أيضا الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة، تعزيز المترولوجيا لنظم القياس والمعايرة لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. انا اعتقد انه يعني هذا بالعوده الى الاتفاق اللي توقعه عام 2019. مش يعني هو ما بالظبط كده هو تم، لا اصل هو تم توقيعه من شهرين. يعني في شهر مايو، من شهر وشويه يمكن. فده بيخص حاجات سابقه بس لسه ما اتنفذتش، هو بيخص بقى صحيح فكره التنفيذ. يعني هي اعتقد مشاريع قائمه ده عشان الخبر يبقى بس واضح، لانه بالظبط يعني التواريخ. واعتقد مشروع الدلتا والرئيس كمان وجه بسرعه تنفيذه، يعني ده ايضا جزء منه. طيب نروح بقى مع حضراتكم الى الاخبار، يلا بينا. وزير الخارجيه سامح شكري استقبل المدير التنفيذي لامانه مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقه في اسيا خيرات ساريباي، وصرح احمد حافظ المتحدث باسم وزاره الخارجيه بان شكري اعرب عن تقديره لدور كازاخستان في انشاء وتعزيز دور مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقه في اسيا سيكا، وما تقوم به بصفتها الرئيس الحالي من جهود مقدره لتطوير اليات واطر عمل المؤتمر. اشار ايضا انه بيدعم ركائز الامن والاستقرار واهتمام مصر بتنمية أوجه التعاون المشترك مع السيكا، لا سيما في مجالات مكافحة الإرهاب، الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ضبط أيضا التسلح، والتطلع إلى العمل مع المدير التنفيذي الحالي لتحقيق تلك الأهداف. أكد أيضا ساريباي على أهمية استمرار التعاون بين مصر والسيكا، وتطلعه على الانخراط بشكل كبير جدا في الآليات المختلفة خلال الفترة المقبلة، وده على الصعيدين الإقليمي والدولي، كونها عضو الافريقي الوحيد بالمؤتمر. وجه الدعوة لوزير الخارجية للمشاركة في الاجتماع السادس لوزراء خارجية المؤتمر المقرر عقده في اكتوبر القادم. الخبر القادم عن عيد قوات الدفاع الجوي الذي يوافق اليوم النهاردة ذكرى 51 لقوات الدفاع الجوي، ويمكن هنتابع في عدد من وسائل الإعلام، وكان لي يعني السعادة ان انا اعقد لقاء مع
قائد قوات الدفاع الجوي لقطاع الاخبار هيتذاع ان شاء الله خلال هذه إن شاء الله الايام ان شاء الله. ويعني يمكن كان في مؤتمر صحفي عقده اكد فيه لواء اركان الحرب محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي ان التطوير والتحديث في منظومه الدفاع الجوي مستمر وفقا لمنهج علمي مدروس ومحدد لتنميه القدرات القتاليه والفنيه للقوات المسلحه بما يمكنها من تنفيذ المهام المكلفه بها لحمايه وتامين المجال الجوي المصري. ده زي ما محمد بدأ بمرور 51 عام دي ذكرى يعني هذا اليوم بناء حائط الصواريخ في 30 من يونيو عام 70 واتخذ عيد للقوات الدفاع الجوي. أكد أيضا قائد قوات الدفاع الجوي أن مقاتلي الدفاع الجوي مستعدون دائما لمجابهة ما يستجد من تهديدات وتحديات لتبقى مصر دائما مصانة سلما وحربا حمايتها أيضا من كل المحاور والاتجاهات الاستراتيجية كافة. كل سنة وقواتنا المسلحة والشعب المصري بكل خير يا رب دايما. نروح للشروق بوابة الشروق وأكد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن ثورة 30 يونيو المجيدة ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن حيث شهد هذا اليوم خروج ملايين المصريين منتفضين ضد قوى الشر والظلام ليستعيدوا هويتهم وينقذوا بلادهم من الفوضى والانهيار في واحدة من أعظم الثورات في التاريخ. جاء ذلك خلال ترأس مدبولي الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء لاستعراض عدد من الملفات المهمة. قدم أيضا مجلس الوزراء التهنئة للسيد الرئيس الشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيد. جدد أيضا رئيس الوزراء العهد بأن تواصل الحكومة بذل المزيد من الجهد والعطاء سعيا لدفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات بما يحقق تطلعات وطموح المواطنين وتأمين مستقبل الأجيال القادمة. وقال في تصريح لي أننا بنشهد خلال هذه الفترة تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى في مختلف القطاعات وهو يعد انطلاقة حقيقية للدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس، واللي أكد أنه بيتم تنفيذه من مشروعات يؤهلنا لبداية الجمهورية الجديدة واللي بنستهدف فيها رفع كفاءة الخدمات للمواطنين، توفير حياة كريمة ليهم، واللي بيسهم بالتأكيد في إرساء دعائم الاستقرار. أكيد. من بوابة مبتدى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر تقدم بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وللشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وأكد على ضرورة استمرار الاصطفاف الشعبي المصري وتكاتفه خلف قيادته الحكيمة وقواته المسلحة الباسلة ومؤسساته الوطنية الرشيدة. أكد أيضا أن يعني ما وضح للعيان من قوة للدولة المصرية قدرتها أيضا على مواجهة التحديات تحقيق الكثير من الآمال والطموحات الحفاظ على مقدرات الشعب ومكاسبه. دعا أيضا الأزهر شعب مصر أفرادا ومؤسسات إلى بذل المزيد من الجهد والعمل والمثابرة من أجل رفعة الوطن، داعيا المولى عز وجل أن يديم على مصرنا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء وأن يحفظ أهلها من كل مكروه وسوء. ونؤمن على هذا دعاء، اللهم آمين يا رب. طيب نروح مصراوي. نروح مصراوي. الدكتور القس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجليزية في مصر بعث هو أيضا برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى 30 يونيو. جاء في نص البرقية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية: يسعدني، والكلام للقس أندريا زكي، أن أبعث إلى سيادتكم وجميع المصريين بالأصالة عن نفسي والإنابة عن أعضاء المجلس الإنجليزي العام ورؤساء المذاهب الإنجليزية في مصر وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجليزية بأرق وأصدق التهاني القلبية في ذكرى 30 من يونيو. قرار الشعب العظيم المصري العظيم كما وضح أن سندته القيادة الوطنية المخلصة من القوات المسلحة المصرية للتأكيد على أن وعي المصريين تكاتفهم أيضا هو حجر الأساس في بناء مصر الحديثة بداية عصر جديد من الجمهورية الجديدة دولة الخير والسلام. كل عام وسيادتكم بخير. دي كانت البرقية الخاصة بالقصة أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجليزية بمصر، وطبعا خدنا الجزء الخاص بالأزهر.